بسم الله الرحمن الرحيم. انا جاي نتكلم هون باسم الشباب المفصلين من سلطه التنظيم الناقل الطرقي اللي هم عادوا سنتين والله سنه بعد سبعة اشهر منفصلين بين القرار الاركاتية انه تعسوا خطا والخطا ما هو برر وجبناه ورفعناه للغرفه الاداريه بالمحكمه العليا وصدرت لنا الحكم وطعنوا فيه هم اللي في نفس الوقت واللي طعنوا فيه رفضت المحكمه الطعن قالت انه ما عنده مبرر وما طعنوا فيه قالوا ما عندنا كونترهات واحنا في نفس الوقت طرحنا الملف اللي طرحنا عند المحكمه فيه كونترهاتنا كونترهات دائمه معناها عقد غير منتهي المده. ثانيا اللي رفضوا وصدرت المحكمه أباوي طبقوه قالت السلطة عنها ما طبقته لظروف خارجية هيك الظروف سولناها عنهم قالت إن السلطة والله ممثلها إنه جاته أوامر إنه ما يردنا وبالتالي اعتبرنا هذا نوع من التعسف ورفعنا القضية عدنا رسالة ومشيناها رئيس الجمهورية عن طريق هذا الموقع اللي قالوا الأخبار ثانيا رفعناها شورى جاته المظالم وأعطانا ذي الطاقة إن من الله هنا رجعون هي لا ما رجعت السلطة دوري اتخذ إجراءات وعادلها الشر لأن جينا 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 للسلطة قالت لنا مولي إنها لا نفس الظروف اللي كانت عندها هي المزات عندها إنها ما هي رادتنا ما حد ما جاء أوامر من مدة هي اللي باركنا اختير من هذا المنبر نوجه رسالتي الرئيس الجمهورية إن شبن الشباب عاطلين عن العمل ومحتاجين لله ثم لعانا منه إنه يعاوننا في القضية عندنا أحكام قضائية صادرة من المحكمة العليا وبالتالي دور طبقنا الأحكام وعندنا المجلس الفتوى والمظالم مولي يفتاء منه مظلمه هي صنف على انها مظلمه وان من الله نرجعه ان قرار اداري صادر من اعلى غرفه في البلد اعلى محكمه في البلد واحنا دوله القانونيه برا من الله القانون يطبق خاصه الى عدن الشباب وحاملين الشهاده هذا هو اللي نختار من خلاله نوجه الرساله الرئيس الجمهوريه وللمدعي العام وللوزير العدل وكل اللي عنده علاقه بالقضيه انهم يتدخلوا في قضيتنا يعني ثانيا السلطه اللي احنا اللي تصايعتنا في نفس الوقت هي تقبل العمال وتكتتبهم وبالتالي نعتبر على ان هذا ظلم في حقنا والسلام عليكم ورحمه الله.